أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الطلاق يكون بلفظ الطلاق فقط أم بكل لفظ يدل عليه؟ الطلاق يكون صريح، لفظ الطلاق وما تسرب منها اللي يسمى الصريح الذي لا يحتمل غير الطلاق، ليس له معنى غير الفراق، ويكون كناية وهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيرها، فهذا يرجع إلى نية المتكلم، إن نوى به طلاقا صار طلاق وإن لم ينوي ليس طلاق. نعم. أما صريح الطلاق هذا ما له دخل نيته، إذا تلفظ به طلقت امرأته ولو قال أنا ما نويت أو ما أردت. نعم.